ما الذي يحدث في فرنسا؟ اليوم النخبة تقتل الشعب الفرنسي، ومرة أخرى المتمردون هم من يقودون الأمة بسبب الغضب الشعبي ضد السلطة. اليوم نقول لهم توقفوا عن استغباء الناس، لقد انتهى الأمر. انضممنا إلى ما يسمى بحركة السلطات الصفراء في الشوارع على مستوى الدواوير في فرنسا لمدة 7 أيام في شهر ديسمبر، للوقوف على الأسباب الحقيقية والمظالم التي دفعت بالناس إلى حافة الهوية، ولمعرفة إلى أي مدى هم مستعدون للاستمرار في هذه الثورة. يمكن لباتريك أن يفقد قطب علمه، هذا ما تبقى، لكن هناك أمور لا يمكن لباتريك تقبلها اليوم في فرنسا الحديثة. عندما نرى الناس في الشوارع بدون منزل، هناك بؤس في كل مكان. تكلفة المعيشة، كل شيء باهظ الثمن، المتقاعدون يعيشون حياة صعبة، الأمر صعب على الجميع. ولماذا ماكرون؟ هل هو المسؤول الوحيد؟ لأن ماكرون أحمق، لا ينبغي أن نتحدث هكذا. حقاً؟ لماذا؟ هل قلت شيئاً أحمقاً؟ نعم، إنه أحمق، لأنه بسبب ما فعل نحن هنا. لا، الأمر لا يقتصر على ماكرون فقط، بل بسبب النظام أيضاً. عندما نرى أن أغلب رجال السياسة يتمتعون بميزة ارتداء بدلات يقدر سعرها ب 45,000 يورو، أي ما يعادل الراتب السنوي لثلاثة أشخاص، أعتقد حينها أنه من حقنا القيام بالثورة. لقد انتزعوا منا كل شيء، ويحاولون تجريدنا من الشيء القليل الذي ما زال بحوزتنا. الأمر مؤلم. هذه المجموعة من الأصدقاء جاءت من ضواحي باريس للانضمام إلى حركة السلطات الصفراء، هذه الحركة التي هزت فرنسا وقلبت موازين الأمور فيها وأيقظت الحماس الثوري لدى الشعب. إن القضية أسهل بكثير من ذلك، المسألة تتعلق بإدانة سياسات الحكومة التي جعلت حياة الناس مستحيلة. الأمر يتعلق بتكلفة المعيشة، الضرائب خنقتنا، لقد سئمنا من الظلم الاجتماعي، نحن نقدم باستمرار للأغنياء ونستبعد الطبقات المتوسطة والدنيا، هذه الأمور لا يمكن أن تستمر. حركة السلطات الصفراء ظهرت لأول مرة للتنديد بزيادة الضريبة على أسعار الوقود التي اقترحتها الحكومة الفرنسية لتشجيع الانتقال إلى الطاقة الخضراء، لكن الانتفاضة الاجتماعية اتسعت لتشمل شكاوى أكثر مرارة في فرنسا، شعور انتاب جزء كبير من الشعب أحس أنه استبعد لمدة طويلة جداً. في الأول من ديسمبر وللمرة الثالثة خلال عدة أسابيع، خرج الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع مدن فرنسا للقول إن ساعتهم قد حانت. لماذا هذا رائع؟ لأننا نقاتل من أجل حريتنا. مشاجرة، هذا بالضبط ما أرادت الحكومة تفاديه، مشاجرة عديدة أخرى. الأمر جعل باريس تنغمس في حالة من الفوضى، شيء آخر جعل المتظاهرين يلقون مجدداً باللوم على الحكومة. إنهم مجانين، ثم يقولون إنهم يريدون السلام، نحن لا نفعل شيئاً. هذا مخجل، مخجل، نحن لا نفعل شيئاً وهم يطلقون النار. رائحة الغاز المسيل للدموع أصبحت مألوفة في الشوارع الفرنسية خلال الأسابيع الماضية بسبب الاحتجاجات في أغلب المدن الفرنسية، وعلى الطرف الآخر بدت الحكومة عاجزة عن استعادة السيطرة على المتظاهرين. لكن كيف تتفاوض مع حركة ليس لها قائد؟ حركة لا تسعى إلى انتماء سياسي أو نقابي. في النهاية الحكومة فهمت أنه يجب عليها أن تتحدث مباشرة مع الشعب.
على مدى أكثر من 3 أسابيع عشرات الآلاف من الفرنسيين كانوا يعبرون عن غضبهم في الساحات أو بوابات الطرق وبالقرب من مناطق التسوق أو في شوارع العديد من المدن الفرنسية. يجب أن يكون المرء مصابا بالصمم أو العمى لكي لا يدرك ما يحدث. بعد سماع هذا الطلب الذي عبر عنه جميع الممثلين الذين التقيت بهم خلال مشاوراتي في الأيام القليلة الماضية، أعلق هذه الإجراءات الضريبية لمدة 6 أشهر. تنازل أي شيء لإطفاء النار. على أي حال، يبدو أن هذا التصريح زاد من ألسنة اللهب بدلاً من إخمادها. لن نتوقف لأننا نختلف مع ما قاله إدوارد فيليب في وقت سابق عن تجميد زيادة ضريبة الوقود، لأنه في غضون 6 أشهر سنعيش نفس الوضعية. نحن هنا غدا وبعد غد وفي عيد الميلاد وفي رأس السنة الجديدة وفي يناير وفبراير وشباط وأبريل. عند هذا الدوار شمالي فرنسا وعلى الطرق في جميع أنحاء فرنسا كانوا يتناوبون للحفاظ على استمرار هذه الحركة. هؤلاء الرجال والنساء يقولون إنهم الوجه الحقيقي لفرنسا، وجه الظلم الاجتماعي والغضب وأيضا الذل والخوف. أنا عاطل عن العمل، لذلك أنا مجبر على العودة إلى منزل والدي. إنه أمر صعب، أنا مطلق ولدي طفلان ويجب علي دفع النفقة. اضطررت إلى بيع منزلنا. أنا الآن أبحث عن سكن، ولكن لأنني فقدت وظيفتي وأحصل الآن على أقل من 1200 يورو شهريا كاستحقاقات بطالة، لذلك يصعب العثور على شيء ما. لا أعرف فيما إذا كنت سأنجح في العثور على مسكن أو سأجد نفسي في الشارع مثل الكثيرين. إنها مشكلة الكثير من الناس. هل يخيفك الأمر؟ بالطبع يخيفني. هؤلاء الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض قبل حركة السترة الصفراء. هنا ممرضات وسائقي شاحنات ومدرسون وعمال نظافة، ليس لديهم قواسم مشتركة ما عدا المصاعب التي تواجههم في حياتهم اليومية. طلبنا قضاء بعض الوقت معهم لفهم ما الذي يجمعهم. هل تشعرون بالوحدة في هذه الحركة؟ خاصة وأنكم شخصيات مختلفة وأولوياتكم مختلفة أيضاً. بالطبع قوتنا تكمن في تنوعنا. الحركة تشمل المتقاعدين. الآن الطلاب بدأوا في تبني الحركة. لدينا أشخاص يستيقظون مبكراً للذهاب إلى العمل، كما لدينا أشخاص عاطلون عن العمل ومعاقون، الجميع ضد الحكومة. هو إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي. هو الهدف الثابت للإحباط الذي يشعر به أصحاب السترة الصفراء، ولكن هو أيضا سببا في حسهم الفكاهي. مساء الخير. مساء الخير جدتي، من فضلك هل يمكنك أن تطلبي من إيمانويل ماكرون تقديم استقالته؟ كان قصر الإليزيه. إنه غروره، هو يستفزنا منذ أن تم انتخابه. كما ترون الآن أصبح لديه ركبة على الأرض، لذلك سيسقط. السترة الصفراء تطالب الحكومة بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف المعيشة. لديهم أيضاً بعض المطالب الأكثر طموحاً، من بينها مطلب استقالة إيمانويل ماكرون. وبالنسبة للبعض، الحركة لديها القدرة أيضاً على استبدال أولئك الذين هم في السلطة. حركة السترة الصفراء تمثل الشعب وسوف تصبح حزبا، أنا واثق من ذلك. يجب أن نستمع إلى الناس. لقد تعبنا من التكنوقراطيين الذين لا يشعرون بما يشعر به الناس الذين يستيقظون مبكرا ويعملون بجد، أو من هم المعاقون الذين لا يحصلون على أي مساعدة. لقد طفح الكيل. ما نحتاجه الآن هو ممثلون يعيشون نفس ظروفنا. المجموعة دعتنا للانضمام إليها. جزء من تكتيكات السترة الصفراء يتمثل في تنظيم تدخلات تهدف إلى جعل قضيتهم مرئية وإثارة قلق السلطات أثناء تواجدها. اليوم سيتولون مهمة عرقلة إحدى بوابات المرور. هل تخاطر بشيء ما؟ خطر؟ حسناً، هنالك دائماً خطر. لا أعتقد أنهم سيستخدمون القوة. سوف يطلبون منا ببساطة الرحيل. لا يمكننا ترك الأمور تتصاعد.
نحن نمشي منذ 10 دقائق تقريباً على جانب الطريق كما ترون، ونتجه نحو الهدف المحدد. نحن نعلم أن ما سيفعلونه ليس قانونياً ويمكن أن يكون هناك تدخل للشرطة. على أي حال، فرنسا في السنوات الأخيرة عرفت الكثير من التوترات، وبالطبع يمكن أن يتخذ هذا النوع من العمليات بسرعة بعداً مختلفاً تماماً. لذا دعونا نرى كيف سينتهي الأمر. حركة السترات الصفراء استمدت اسمها من السترة التي يجب على السائقين ارتداءها لجعلها مرئية في حالة الطوارئ. الرمز غير قابل للجدل، لأنه يعبر عن أولئك الذين شعروا بالرفض ولم يسمع بهم أحد وغير مرئيين. هذه البوابة خاصة، لكن المال لن يذهب إلى خزائن الدولة. لكن في هذا المساء لديهم رسالة هامة يريدون إيصالها لإظهار أن الشعب في صفهم. لقد تئمنا من جميع الضرائب، لقد تئمنا من رئيس موجود هنا فقط من أجل كسب المال ولا يهتم بالشعب. يقولون إن السترة الصفراء تحظى بدعم أكثر من 70% من الفرنسيين. أترى ماكرون؟ لن نتراجع وسوف تستسلم في نهاية المطاف. الشرطة وصلت بعد ذلك بقليل، وبعد عدة ساعات قامت بفك الحصار، وأصحاب السترات الصفراء عادوا إلى مقر تجمعهم. وعلى الرغم من أنهم لم يناموا إلا فترة قصيرة، إلا أنه يبدو أنهم لا يهتمون لذلك، لأن قضيتهم هي كل ما تبقى لديهم. هذا يمكن أن يستمر لأشهر وأشهر، نحن مصممون، ليس لدينا شيء نخسره. دانيال المعروف باسم الجد هو من بين الموجودين هنا، لأنه ليس لديه خيار آخر. ما هو الشيء الصعب في حياتك اليومية؟ الحصول على الطعام، على سبيل المثال، للحصول على المساعدة. في بعض الأحيان، عندما نتعدى يورو واحد، نفقد كل مساعدتنا. سأكون صادقاً، لا أحب التسول، لذا سأبقى هكذا، وأدعي أن كل شيء على ما يرام، لكن الأمور ليست جيدة. أنا شخصياً أتأسف لكوني فرنسي، يؤسفني ذلك. السترات الصفراء يقولون إن الحياة أصبحت صعبة بالنسبة لأغلبية الناس، بينما تعيش أقلية أخرى الرفاهية. هم يرون أنهم يعيشون في معركة منذ مدة طويلة. لقد فعلت هذا عام 68، ويبدو لي أنني سأعاود الكرة. ربما سيكون الأمر أسوأ من تلك الفترة، أسوأ، لأن إيمانويل ماكرون لن يتراجع، ونحن أيضا. السترات الصفراء فقدت الثقة في الحكومة. ديفيد استحبنا لزيارة عائلته التي هي من بين الأسباب التي جعلته ينضم إلى هذه الحركة. ستيلا عمة ديفيد هي متقاعدة عمرها 52 عاماً، تقطن شمال فرنسا. هي أيضاً من أفراد السترات الصفراء، أرادت أن توضح لنا لماذا انضمت إليهم. هذا ما أشتريه عندما أذهب إلى سوبر ماركت. انظر، إنه بنصف السعر. يمكنك التحقق من التاريخ. أضعه في الفريزر على الفور للحفاظ عليه. هل تقصدي أن صلاحيته قد انتهت تقريباً؟ نعم، تقريباً انتهت. هذا ما أحصل عليه عندما أذهب إلى سوبر ماركت. أنا لا أذهب إلى الرفوف حيث توجد الأسعار العادية للحوم، بل أذهب حيث توجد تخفيضات 50 أو 60%.
وتقول ستيلا أيضاً إنها لا تستطيع دفع فواتير الكهرباء والغاز، لذا فإن الضوء مغلق في غالب الأحيان، كما أنها خفضت درجة حرارة المكيف إلى 17 درجة أو 18 درجة، ليس أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنه غير وارد أن يرتفع مبلغ الفاتورة لأنني سأدفع أكثر بكثير. جيجي شقيقة ستيلا هي متقاعدة أيضاً، لكن يجب عليها البحث عن عمل إضافي لتدبير أمورها. أنا أعمل هنا وهناك، وفي الواقع سأستفيد من هذه اللحظة. لا نعرف، ربما يشاهد هذا أحد أصحاب المطاعم. مرحبا، هل تبحثين عن عمل؟ نعم، أنا أبحث عن وظيفة. أنا إنسانة سريعة وحيوية، إذا كنت ستوظفني فحتماً لن ترغب أبداً في الاستغناء عني. نبرة الصوت تغيرت عندما بدأت جيجي بوصف ما تشعر به هذه الأيام. لقد كنت مكتئبة، لا أتحدث عن ذلك مع أي شخص، ولكن اليوم سأفتح لك قلبي. لقد فكرت في الانتحار، سأقتل نفسي بهذه الطريقة، على الأقل لن أواجه مشاكل بعد الآن. ماكرون، أنا أخبرك بذلك، أقولها لك بصراحة، استقل، أخرج، غادر. في جميع أرجاء فرنسا، السترة الصفراء تخبرنا بحالة مماثلة لجيجي. حالتها هي ليست استثنائية بل عادية. نستأنف طريقنا هذه المرة، نتجه إلى الغرب للإطلاع على ما يحدث في فرنسا بالضبط. ليس من الغريب أن تكون هذه السترة الصفراء متناسقة مع بقية الحركة. لقد فقدت صوتي تقريباً لأنني كنت أردد النشيد الوطني. لماذا أنت هنا؟ بسبب الظروف السيئة بصفة عامة، معاشاتنا، الضرائب، ماكرون، حكومته، كل شيء كله. لقد انتظرت هذا منذ سنوات وسنوات، في انتظار أن تنفجر للتغيير، لأن هذا لم يبدأ اليوم. هذا ليس فقط بسبب ماكرون، ماكرون هو القطرة الأخيرة. الأمر كان سيئا منذ ميتيرون. نحن لا نذهب في إجازة، ولا أشتري أحذية، ولا أرتدي جوارب لأنني لا أستطيع شراءها. هذا غير طبيعي. هذا المعسكر أعد على المدى الطويل. يقولون بما أنهم قد وصلوا إلى هذا الحد لا يوجد ما يمنعهم. هل تعتقد أنه يمكن لحركة مثل هذه أن تهزم؟ أعتقد أنها تستطيع الحصول على مطالب، ليس فقط في فرنسا، ولكن أيضاً في الدول الأوروبية الأخرى، لتذكير المتظاهرين بالنزول إلى الشوارع، لأننا سئمنا من كوننا شعباً مضطهد. في صباح اليوم التالي، كانوا يستهدفون إحدى البنوك. تم حظر أحد أكبر البنوك في فرنسا. العمال أجبروا على أخذ يوم عطلة. لقد رأينا وجهتي نظر مختلفتين تماماً. هل تدركين أن الاقتصاد تأثر بسبب هذه الأزمة؟ نعم، هذا هو الهدف. أعمل مع الأسواق والشركات، وهذه كارثة بالنسبة لنا. وبالتالي كيف يمكننا معالجة المشكلة؟ أنا أعيش رفقة ابنتي بمبلغ 1400 يورو شهرياً. في اليوم العاشر من كل شهر أسأل نفسي كيف سأقوم بملء الثلاجة. هل تعتقدين أن هذا أمر طبيعي؟ حسب وجهة نظري لست متأكدة من أن هذه هي أفضل الوسائل. اليوم لدينا الكثير من الشركات التي تعاني منذ 3 أسابيع. يجب على هؤلاء الأشخاص الانضمام إلينا لكي تتغير الأمور. في نهاية المطاف، هذا الاعتصام انتهى أيضاً، وحان الوقت للعودة إلى باريس. هذه المجموعة من لوريون في غرب فرنسا دعتنا إلى السفر معهم. من المفترض أننا ذاهبون إلى باريس، لكننا لا نعرف حقاً ما الذي سيحدث. لا نعرف ما إذا كنا سنتمكن من الوصول إلى هناك أم لا. إنهم يخشون من أن الشرطة قد تمنعهم من الانضمام إلى المظاهرة. هل أنت قلق من هذه المظاهرة؟
نعم بالطبع، أشعر بالقلق بسبب كل ما قيل. في حال ذهابنا إلى هناك سنحطم رؤوسنا. من الواضح أن الجميع هنا قلقون، لكننا نعرف سبب قيامنا بذلك، ونحن مجموعة متحدة وسنبقى معا. نحن لا نذهب لكسر أي شيء، فقط لممارسة حقنا في التظاهر. آخر عرض للدعم من أولئك الذين لا يمكنهم الانضمام إلى الرحلة، لننطلق إلى العاصمة الفرنسية 500 كيلومتر. بعد ذلك لقد وصلنا. باريس تستيقظ على يوم آخر من التوتر، على الرغم من دعوة الحكومة إلى منع المتظاهرين من المشاركة في المظاهرة الجماهيرية الرابعة في غضون عدة أسابيع. مراد وأصدقاؤه متحمسون ومتخوفون في وقت واحد. لا أحد يعرف تماماً الطريقة التي ستنتهي بها الأمور، لكن لن يتأخر الجميع في الوقوف على ما سيحصل. قد أخبرتكم أنهم سيفعلون ذلك، أرأيتم؟ نحن محظورون. هذه ليست فرنسا، فرنسا ليست هكذا. نحن مظلومون ولم نفعل أي شيء. السترات الصفراء يتهمون الشرطة بإثارة الاضطرابات من خلال منعهم باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد الحشود السلمية، في حين تقول الشرطة إنها كانت تحاول احتواء الحركة. في خضم الفوضى أصيبت متظاهرة برصاصة مطاطية، حالتها مستقرة لكنها ما زالت تحت تأثير الصدمة. لهذا السبب يستنكر المتظاهرون تصرفات الشرطة. هذا صنع فرنسي تم تطويره هنا في فرنسا، يطلق عليه قاذفة القنابل. ضف إلى ذلك الغاز المسيل للدموع، لهذا السبب يتدافع الناس في جادة الشانزليزي. لهذا السبب يستنكر المتظاهرون تصرفات الشرطة. هذا صنع فرنسي تم تطويره هنا في فرنسا، يطلق عليه قاذفة القنابل. ضف إلى ذلك الغاز المسيل للدموع، لهذا السبب يتدافع الناس في جادة الشانزليزي. ما يحدث هنا مختلف تماما عما حدث الأسبوع الماضي. الشيء الوحيد الذي يشبه مظاهرة الأسبوع الماضي هو الهتاف استقالة ماكرون. ماكرون يجب أن يستقيل. ماذا عنك يا سيدي؟ لماذا أنت هنا؟ مثل الجميع هنا جئت لإظهار التضامن حتى يتم توزيع مزيدا من الثروة ولكي يتنحى ماكرون من منصبه. ماكرون يجب أن يستقيل. وفي الوقت الذي يطالب فيه البعض بالعدالة الاجتماعية، حاول البعض الآخر نهب وتكسير العشرة من المحلات في باريس، وصمة قد تشوه أهداف الحركة لدى الفرنسيين. وتصر السترة الصفراء على أن هذه الأعمال لا تمثل الحركة. قال آخرون إنهم لا يؤمنون إلا بخرق القواعد، لأن هذا يساعدهم على إظهار غضبهم وإجبار الحكومة للاستجابة لمطالبهم. أود أن أقول إن هذا لم يرتفع درجة واحدة بل درجتين. أعتقد أن الأمر أكثر خطورة مما حدث في الأسبوع الماضي، لأن الضغط في تصاعد مستمر. طالما أن ماكرون وحكومته لا يستمعون إلينا، فإن الأمور ستزداد سوءا. أنا لا أحب التحدث عن ذلك، لكننا لسنا بعيدين عن حرب أهلية. أهذا ما سيحدث؟ نحن لسنا بعيدين عما حدث شهر أيار مايو 68. ولتجنب ثورة بعد ما يقرب من شهر من الأزمة، أجبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على كسر صمته والتنازل. لا شك أننا لم نقدم خلال العام والنصف الماضي إجابات مقنعة وسريعة بما فيه الكفاية. أتحمل نصيبي من المسؤولية. نريد فرنسا حيث يمكن للمرء أن يعيش بكرامة من خلال عمله، وفي هذه المرحلة ذهبنا ببطء شديد. أريد أن أتدخل بسرعة
وبشكل ملموس حول هذه القضية، وأطلب من الحكومة والبرلمان أن يقوموا بما هو ضروري حتى يمكن العيش أحسن بفضل الراتب. بداية العام المقبل ستعرف ارتفاع راتب الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو شهرياً اعتباراً من عام 2019 دون أي تكاليف إضافية لأصحاب العمل. بالنسبة لأولئك الذين كانوا ينتظرون رده، ماكرون لم يذهب بعيداً بما يكفي، ولكن هل يمكن أن تكون هذه بداية النهاية للسلطات الصفراء؟ ما يقلقني هو أن بعض السلطات الصفراء قد تقول هذا رائع لأننا نجحنا في الحصول على 100 يورو كزيادة في الحد الأدنى للأجور. نعم إنه رائع، سأتوقف. أخشى أن تشعر بعض السلطات الصفراء بالرضا. بالنسبة لي شخصيا سأكون في الدوار غدا. مراد يقول إنه لن يأتي إلى باريس للمشاركة في الجولة التالية من التظاهرات. هذه هي المرة الأخيرة التي أتنقل فيها من أجل عائلتي. لقد انتهى الأمر. هل أنتم خائفون؟ نعم، هم خائفون. أعتقد إنهم خائفون. إنهم لا يدركون ذلك، لكنهم كذلك. هل أنت خائف؟ لا، لست خائفا. لكنك لن تعود إلى هنا. لا، لأنني متعب. هذا هو الأسبوع الثالث الذي آتي فيه، لذلك أنا متعب. وفق كل شيء، انظر إلى هذا. بعد شهر في الشوارع، هل يمكن أن تستمر السلطات الصفراء؟ وماذا سيكون مصير فرنسا إذا حصلوا على ما يريدون؟ لا نعرف ما هي الخطوة التالية للحركة، لكن الأمر المؤكد هو أن أولئك الذين شعروا بالتجاهل من قبل السلطة نجحوا في جعل أنفسهم مرئيين مرة أخرى بعد إغراق البلاد في بعض الأيام المظلمة.